خلي مازن يجي يعلق على بس. تعالى يا مازن. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تعالى يا مازن علق على البث. صلوا على النبي يا جماعة، صلوا على الحبيب، قلبكم رقيق. بسم الله ما شاء الله السمان وصل. السمان بسم الله ما شاء الله، السمانة وصل، السمانة بسم الله ما شاء الله، ممتازة 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 ممتازة، 10 ممتازة ما شاء الله. أبو سامع، هتبيع السمان بكام النهاردة؟ 7 جنيه. ب7 يا أبو سامح ولا إيه؟ أبو سامع قول لبابا السمانة 7 أكيد. طب تعالى علق فوق السمانة ب7 أكيد. قول له ب7. مازن ماشي. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. يا جماعه السمانه النهارده ب7 جنيه. 7 جنيه بس انا السمانه دي بسم الله ما شاء الله 7 جنيه النهارده. ب 7 جنيه النهارده السمانه دي، 7 جنيه النهارده يا جماعه ما شاء الله. فرصه بقى اللي عاوز يا رب فرصه. بسم الله ما شاء الله السمانه ام 9 جنيه يا جماعه، 7 جنيه النهارده ام 9 جنيه ب7 جنيه النهارده. وموجود ما شاء الله كميات، مش بنعمل عرض على 100 ولا 200 لا، موجود باذن الله كميات كميات يا جماعه ما شاء الله، موجود كميات. ما بنعملش عرض احنا على كميه بسيطه نقول لك خلص، لا ما شاء الله موجود كميات لسه متوفر يا جماعه ما شاء الله كميات. وموجود جوه في الاوضه لسه سمان كمان، سمان موجود يا جماعه اهو ب7 جنيه ما شاء الله. ما شاء الله السمانة، ما شاء الله السمانة كبيرة، السمانة حيوتها كويسة، السمانة مش شايلة، السمانة ما شاء الله اللهم بارك يعني ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. المكان اللي نفعتنا يا جماعة في الإضاءة بتجيلكم مش كويسة يعني، نطلع لكم في النور شوية. ما شاء الله. السمانة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شايفين السمانة ما شاء الله عاملة ازاي؟ ما شاء الله تبارك الله السمانة ما شاء الله كبيرة، حيوتها ممتازة، حيوتها ممتازة فوق الممتازة والله ما شاء الله. معلش يا جماعه عشان بيجي النت بطيء، في مشكله عنده في البث، البث بيقطع او مفيش صوت، لان جاي لي اللي في مشكله في البث. البث عندكم تمام ولا في مشكله؟ معلش يا جماعه من فضلكم لو في البث في مشكله هعرفوني بس. 406 البث تمام. هتقولي يا جماعة تمام ولا مش تمام؟ انتوا صايمين مش قادرين تكتبهم. عبد يقول لي بس تمام ولا في مشكلة في الصوت او في الصورة؟ البس تمام يا ام احمد، وصل تمام، في مشكلة في الصوت او في الصورة؟ لان بيظهر لي ان الاتصال بطيء. ام احمد البث تمام ولا في مشكله؟ عرفيني كده معلش. اصلا كده لما سبح على النت شويه يعني سبح. ماشي، نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على المبعوث رحمه للعالمين سيدنا محمد عليه اتم الصلاه واتم التسليم. كل سنه وانتم طيبين وصباح سعيد عليكم
بإذن الله رب العالمين، وتبقوا مع التوحيد مبسوطين، وبتدعو لهم في كل وقت وفي كل حين، عشان التوحيد بيصبح عليكم صباح جديد. لنجا أيوة الله، بنقول لكم الله أبيض النهاردة ب 28 جنيه أبيض شركات مرزقولي والتحدي مرزقولي شركات بضمان التوحيد بفضل الله تعالى، بضمان التوحيد، بضمان التوحيد ب 28 جنيه. شركة العنانة بتقول لك هاني اطلع ومجلس يعني في الديوك، وانت تجيب اول ما شاء الله ده سعيد. السمانة عاملة 7 جنيه النهاردة يا جماعة. السمانة ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله، السمانة كبيرة وحيويتها ممتازة. السمان ده النهاردة ان شاء الله ب7 جنيه يا جماعة. في اسعار انا مقلتهاش، اسعار البطة يا ابو سامة مسكوف ايه؟ مسكوف عمر كام يوم؟ مسكوف عمر كام يوم؟ مسكوف عمر 5 6 ايام، واخد 50. بط مولر، بط مشرق، بط مولد 38 جنيه. بط فرنساوي، بط فرنساوي عمر يومين ب 18 جنيه. بط فرنساوي عمر يومين 15 جنيه. بط البيضه بسام ما هو بلدي البط ما هو الفرنساوي انا بلدي. طب استنى، البط الدور بكام؟ البط الدور بكام؟ واحد وخمسين من 5 ايام. لسه مش عارف دلوقتي هو يودي، لا هو يودي يجيب لي ايام ويوديه. تعالى على البس ماشي ماشي. الساسه عامله 14 جنيه ونص. بصوا يا جماعه عامل 14 جنيه ونص، ما شاء الله. بصوا بقى ما الشفر عامل 14 جنيه ونص. طب سنه كامل البطل بيقول معاش بيقول يا جماعه. في مولر
مشرق تم ولد هنحل الوجب على الـ على البس. تعال علق على البس الاول، تعال علق على البس. ماشي يا نادي. الصلصه ده عامل صلصه عامل بس ونص. في اسعار يا جماعه ما قلتهاش، في اسعار انتوا عايزين تعرفوها ما قلتهاش، او في حد ما سمعش الاسعار اقولها لكم تاني. طب الناس اللي معانا، طب صلوا على الرسول يا جماعه، صلوا على الرسول، صلوا على الرسول عشان نكسب من وراه اي حسنات حد. فرز الديوك يا جماعة، فرز الديوك عامل 29 جنيه، فرز الديوك عامل 29 جنيه، فرز الديوك اللي بيفط على الأرض عامل 29 جنيه. ما شاء الله، شايفين حيوة الفراخ؟ ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. والله يا جماعة مش عارفين من عندنا، لا الفرخ والله لو انت جايبه من اي حتة بتوريهولي اقولك الفرخ ممتاز. الفرخ فرخ شركات، الفرخ ده فرخ شركات ما شاء الله، لسه متعاملين مع شركة جديد ما شاء الله ما شاء الله، شغلها ممتاز فوق الممتاز، الحمد لله عاجب الناس جدا 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 الحمد لله يا رب. ما شاء الله ده عامل النهاردة يا جماعة عامل 29 جنيه. الفرز الديوك 29 جنيه، بس سامح 29 فرز الديوك، ولا على وش 28 فرز الديوك 28 على 27. انا شكلي هربح الاسعار، لا 28 27 27. ماشي، يبقى فرز الديوك يا جماعه 28 مش 7 مش 29، فرز الديوك 28 مش 29، 28 فرز الديوك. ده فرز ديوك 28 جنيه، ده 28 جنيه النهارده الاسعار جمله يا جماعه. والاساس الشفر زي ما قلنا عامله 14 جنيه ونص، عامله 14 جنيه ونص، ابيض على وشه، يبقى الابيض على وشه عامل كده عامل 27 جنيه مش 28، الابيض على وشه عامل 27 جنيه النهارده ما شاء الله تبارك الله. اللي على وشه عامل 28 جنيه يا جماعه، وموجود ما شاء الله، موجود يا جماعه موجود ما شاء الله، لسه في الشغل موجود الحمد لله، يعني ربنا يزيد ويبارك. زينب تعالي يا شنيده كده، لا سيبي ده بس انا بتعال اول، يعني ده شيلي ده ده شيلي ده كده وشيلي ده كده بقى زيه شيلي ده، لا نفس دي مش ده. ابيض على وشه يا جماعه عامل 27 جنيه النهارده بدل 28، عامل 27 جنيه النهارده ابيض على وشه مخلط. ده ديوك في برابر يا جماعه، احنا مش بنفرزه عشان محدش يجي يقول لي افرز لي ديوك، انا والله ما بفرزه ولا بنعرف نفرزه ولا بنعرف، هو بيجي من الشركه بتاعته مفروزه، احنا عشان نعلمه. لو انتوا لاحظتوا هتلاقي الديوك هنا في اقفاص خضراء، وهنا وهنا مخلط ديوك في برابر في اقفاص صفراء، عشان هو لو شبه بعض احنا هندخله فيه ما بنعرفوش، وبنبعده يعني بنفصله كمان حاطين بينهم ساسه، احنا مش بنعرفه، هو بيجي مفروز من شركته كده. الشركه اللي هي بتجيب الديوك بتجيبها مفروزه لوحدها، والشركه اللي بيجيبها على وشه بيجي على وشه لوحده ديوك في برابر، يعني مش الديوك مفروزه من ده لا ابدا، ده ديوك في برابر، الثاني ديوك ومش بيجي ديوك 100% بناء على كلام الناس، انما احنا بنجيبها لان هو ديوك مفروز ديوك، ومش احنا اللي بنرفع الجنيه، لا احنا بنستلمه مرفوع جنيه عنده، مش احنا اللي بنرفعه عليكم يعني. والفرق جنيه، هو بيجي فعلا فرق جنيه، ده عن ده فرق جنيه، احنا بنستلمه فرق جنيه، ومش بيطلع نسبة ديوك في 100% بس الناس بتحبه، الناس بتحبه تقول، حتى يعني البربرة فيه بتيجي حجمها حلو، وده ما شاء الله ممتاز، ده نفس الفرخ نفس الجودة نفس الحيوية نفس الشركة تمام. ده موجود ده موجود، عاوز ده موجود عاوز ده موجود، ده برجع لك انت. البلد عامل 9 جنيه، البلد عامل 9 جنيه. واحنا كده قلنا كل الاسعار، ما السمان ده مش لحد يلمه، السمان فط من الاقفاص. ماشي يا جماعه، في اي استفسار خاص في الاسعار لسه؟ انا كده تقريبا قلت لكم كل الاسعار، انا كده تقريبا قلت لكم كل الاسعار، الحاجه اللي موجوده ما عادش في حاجه اقولها لكم. ده قلنا على وش بعمل النهارده 27 بدل 28، ده على وش دوك برابر
قلنا السوس الشوفر عامل النهاردة عامل 14 جنيه ونص، هجين عال عامل 14 جنيه ونص، بلد عامل 9 جنيه، أبيض فرز ديوك عامل 28 بدل 29، فرز ديوك عامل 28 بدل 29، أبيض إيدن معدل قب يا جماعة، أبيض إيدن معدل قب، الناس اللي بتحب الفراخ فيها النقطة السوداء. تمام كده يا جماعة، في أي استفسار بتخص أي حاجة؟ تقريبا أنا كده قلت لكم كل الأسعار. في موجود البط المولر، موجود البط المولد، موجود بط فرنساوي، وموجود بط مسكوفي، موجود السيمان ما شاء الله، السيمان عمره 18 يوم، عامله النهارده 7 جنيه وبس، عامله النهارده 7 جنيه وبس، هتاخد واحد هتاخد 100، هي موجوده ب 7 جنيه وبس، موجوده ان شاء الله السيمان النهارده جمله لاي حد. ماشي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.